يعني انا يوميا 5:30 الصبح قاعد، اطلع ساعة 6، 6:30 انا بالدوام، 6:30 7 الا ثلث بالميت انا بالدوام. اوصل بيتنا مرات بثمانية بالتسعة، مرات باثناعش بالليل، مرات ابات. اجى واجب فاجئ لا محا. مثلا يعني الازمة اللي صارت ازمة الزلزال في سوريا وتركيا تقريبا 10 ايام، يوم سوريا يوم تركيا، يوم سوريا يوم تركيا، نروح بالليل نرجع الفجر. صحيح. نروح الصبح نرجع بالليل. دوام ولود وركض ومسؤولية، والكل عبالهم انه احنا هذه ناخذ عليها ملايين وناخذ عليها، والله حالي حال الراتب اي موظف قاعد، وممكن حتى نصرف من جيوبنا يعني. هسا هاي مو شكوى على مؤسساتنا او شيء، بس هو حتى يعرفون انه احنا دنعاني يعني. المتحدث يعني دوامكم مو مثل دوام لا لا طبعا الموظف الاخر عليه مهمات يجي يكملها ويطلع، بس احنا مهماتنا اكثر ارتباطات. حتى بعد الدوام تليفونك مفتوح ارتباط. نعم نعم اتصالات بالليل يعني. الدكتور سيف ارتباطه مباشر بالسيد الوزير، انا ارتباطي مباشر بالسيد الامين العام، انا عندي فريق اعلام حكومي في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، فمسؤوليات متعدده وهوايه، وبراسنا هوايه مسؤوليات وشغل. احنا يعني نطلب من الله انه يقوينا انه ان شاء الله نؤدي هذه المهمه وتؤدون هذه الامانه اللي موجوده على